السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية إن شاء الله. الحلقة دي حلقة تكميلية للكورس اللي احنا عاملينه، تعليم دهان السيارات من الصفر للاحتراف. كنا وقفنا آخر مرة عند تدوير ألوان العربيات، عرفنا إزاي ندور اللون بالكمبيوتر، وعملنا حلقة تانية علشان خاطر العربيات اللي ملهاش أكواد ألوان، يعني إزاي نعمل اللون بتاعها برضك عن طريق الكمبيوتر، هتلاقوه إن شاء الله عندكم في الوصف. الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله عايزين بقى نرش البوية بتاعتنا. البوية بتاعتنا نتكلم عن التينر اللي بنخف بيه البوية. إيه هو التينر؟ وهل التنر دون ايه هو بالظبط يعني؟ وهل هو بينشف البويه ما بينشفش البويه؟ التنر السريع البطيء الوسط، الحاجات دي كلها امتى نشتغل بيهم؟ يناسبني امتى السريع او البطيء؟ الحاجات دي ان شاء الله هنعرفها في الحلقه النهارده مع بعضنا. ان شاء الله يكون ايه حلقه خفيفه سريعه كده، هو الموضوع يعني بفضل الله بسيط، هنحاول ان احنا نختصر فيه الكلام، يعني يعتمد على بركه الله ندخل في الشغل على طول. بص يا رجاله، الاصل في التنر السريع والبطيء هو تنر، تمام؟ التنر ده عباره عن مذيب، يعني بيحل الدهان. احنا بيجي لنا بعد ما ركبنا اللون زي ما شفنا في الحلقه بتاعت الالوان، بعد ما جمعنا اللون جالنا خلاص في العلبه، هو عايزين بقى نخفه علشان خاطر نرشه بالمسدس، لان اللون بيكون تقيل. اللون التقيل، الحاجات التقيله معروفه بتدهن بايه؟ بالفرشه او بالروله او كلام من ده علشان خاطر تسبك. طيب عشان خاطر بقى تحط في المسدس وتخرج من المسدس، محتاجه اللي هي تتلين تخف شوية عشان خاطر تقدر تخرج من فنية المسدس، خصوصا المسدس اللي معانا واحد واتنين او واحد وتلاتة او تمانية من عشرة احيانا بنرش بيه لو سبوت ريبير، واللي مش عارف يعني ايه سبوت ريبير مرمات هتلاقوه ان شاء الله في كل وصفة عندكم برضك كورس معمول ازاي نعمل سبوت ريبير او مرمات. طيب احنا دلوقتي معانا البوية عايزين نخفها، احنا في فصل الربيع، الدنيا ولا هي صيف ولا هي شتاء، بنشتغل هنا في الحالة دي بالتينر اللي هو النورمال العادي، اللي ولا هو سريع ولا هو بطيء. طيب احنا الجو صيف، الدنيا صيف، اشتغل بتنر ايه في الجو الصيف؟ في الحالة دي بتشتغل بتنر بطيء. ليه؟ لان الجو الصيف واحنا بنرش البيس كود بتاعنا او اللون، الجو بيكون حر. لو احنا رشينا البوية وعليها تنر سريع التطاير، يعني التنر السريع والبطيء، يعني البويه لو حطيناها مثلا، لو رشينا البويه بالتنر الوسط هتقعد 5 دقايق عبال ما البويه تجف، عبال ما البويه تمط، تمام؟ تبقى لونها مط، تمام يا رجاله؟ طيب لو احنا رشينا البويه بتنر سريع البويه هتمط بسرعه. التنر الوسط اللي هو الميديم او العادي، البويه هتاخد راحتها عبال ما تمط، هتاخد لها 5 دقايق. التنر السريع هتاخد لها دقيقتين مثلا او دقيقتين ونص قبل ما تبقى مطت، هتجف في وقت اسرع. ده بالتنر البطيء، بدل ما هي جفت في الطبيعي او النورمال في 5 دقايق، لا هتلاقيها خارج 7 8 دقايق، تمام؟ ادي الفرق. طب لو احنا بقى اشتغلنا بتنر سريع والجو حر، الجو حر معانا، المفروض ان احنا نشتغل بتنر بطيء. طب لو اشتغلنا بتنر سريع هتلاقي البويه خارجه ناشفه، هتبقع معانا وتبوظ معانا الشغل. البويه هتخرج، الهواء هيكون سخن، المسدس سخن، الجو حر. البويه وهي خارجه من المسدس قبل ما تنزل على سطح العربيه، التنر هيكون اتبخر منها. التنر هيتبخر منها قبل ما تنزل على سطح العربيه، المفروض البويه تنزل على سطح العربيه طريه، حنينه، عشان تنزل ما تبقعش. فاحنا لو اشتغلنا بتنر سريع، انت كده بتقول للبويه قبل ما تنزلي على السطح هتكوني ناشفه، هتبقعيني وتبوظي الشغل، تمام يا رجاله؟ قال التنر السريع. طب انا الجو معايا حر، المفروض ان انا اشتغل بتنر ايه؟ بطيء. تنر بطيء، وفي كمان على فكره في تنر سريع وفي تنر سريع جدا، وفي تنر بطيء وتنر بطيء جدا. ليه ده؟ ليه بقى؟ ده اللي معمول للاجواء الحاره جدا والاجواء البارده جدا، وهنعرف ان شاء الله دلوقتي الحاجات دي ليه ونستخدمها ازاي. فاحنا معانا الجو حر بنشتغل بتنر بطيء، ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ التنر البطيء بيدي البويه سماحيه او صلاحيه تاخد فتره اطول، تفضل حنينه ومحتفظه باللزوجه بتاعتها عبال ما تنزل على السطح، عبال ما تنزل على العربية ما تبقعش. واخدين بالكم يا رجالة؟ فالبوية هتفضل طرية وحنينة أطول فترة ممكنة، هتفضل حنينة لغاية ما تنزل على السطح، تمام؟ هتنزل بقى البوية والحبيبات بتاعة البوية ترتاح جنب بعضها وتترص جنب بعضها،
بدل ما البويه تنزل خشنه ليه البويه لو نزلت خرجت ناشفه من المسدس، البويه هيبقى ليها سنون، هتنزل السنون راكبه فوق بعضها، مسلسات كده راكبه فوق، هتيجي تعجص لك الاوضه البويه خشنه عامله لك بقع، ده سبب البقع، لان الجو حر وانا اشتغلت التنر سريع، البويه نشفت في الجو قبل ما تنزل على العربيه، زائد ان العربيه ممكن تكون دافيه او سخنه كمان نتيجه الحر. تمام يا رجاله؟ فالجو حار نشتغل بتنر بطيء عشان البويه تنزل حنينه، الحبيبات ترتاح مع بعضها، تنزل اخوات كده جنب بعضها ما تبقعش. تمام يا رجاله؟ طيب ادي التنر البطيء نشتغل فيه في الصيف، وقلنا لو اشتغلنا بالتنر السريع المشكله اللي هتحصل ايه؟ طب التنر اللي موجود معايا مش تنر مش بطيء، اشتغل بالميديم وحاول تخف البويه شويه، ما تخليش البويه تقيله معاك عشان خاطر ما تنزلش معاك ناشفه، ان برضك هتبقع. تمام يا رجاله؟ فحاول البويه تكون معاك خفيفه، لكن لو اشتغلت بالتنر السريع يعني انت هتحاول تخف البويه، هتلاقي البويه اما الصبغه بتاعتها ضعفت معاك، هتحتاج من عرض وشاش كتير، ولكن مش هيكون قصادك حل غير انك برضك تخف البويه شويه عشان ما تخرجش معاك خشنه وكده، ومضطر اللي انت تقرب ايدك عشان تنزل برضك تخلي البويه تجمع وتصطف جنب بعضها. طيب التنر لو انا بقى الجو معايا شتاء اعمل ايه؟ في الحاله دي بتشتغل بالتنر السريع، ليه؟ علشان خاطر تنجز وقتك وتخلص، لان التنر الجو شتاء والتنر السريع بياخد وقت عبال ما يحصل التطاير من على السطح، انت ممكن تخش لك في ساعه والسطح لسه ما جفش، لان انت بتدي وش وتستنى فلاش تايم وبعد كده ترجع تدي وش تاني، يعني ممكن تخش لك ساعه ونص ساعتين عبال ما ترش البيز اللي هو اللون، هتاخد معاك وقت. ففي الحاله دي بتشتغل بالتنر السريع علشان خاطر تنجز معاك، وفي نفس الوقت انت ممكن برضه تدفي الكابينه سنه علشان خاطر ما يحصلش معاك عمليه تسييل او حاجه في اللي خاصه في الورنيش. يعني ده الموضوع يا رجاله بالنسبه للتنارات بتاعه الدهانات. وطبعا في مذيبات يعني ممكن نحطها تحت برضك البند بتاع التنارات، بتكون حاجات خاصه بالمعجون، مذيب للمعجون اللي هو المعجون الاستوك دون، ومذيب للايبوكسي، ومذيب لاي دهانات بيكون ليها المذيب بتاعها اللي هو بيخف اللزوجه بتاعتها علشان خاطر تعرف اللي انت تشتغل بيها. وطبعا في تينر اللي هو الفيد اوت اللي هو بتاع التسييح اللي هو تينر المرمات، ودون برضك يعني الحاجات دي هتلاقوها ان شاء الله عاملين بيها المرمات رجاله، هتلاقيها عندكم في الوصف مشروح الكلام دون بالتفصيل. يعني يا رب يا رجاله يكون فيديو سريع كده وخفيف وعجبكم، اي تعليق منكم يا رجاله واي اضافه سيبوها في التعليقات ان شاء الله علشان خاطر نعمل لها فيديوهات وننزلها على القناة علشان خاطر اخواتنا اللي هم المبتدئين خريج المدارس وكده اللي ما عندهمش المعلومة يستفادوا بالمعلومة. اي حد لسه داخل المهنة جديد مش شرط اللي احنا نكون عارفين كل حاجة، لا انت ممكن تكون عارف حاجة انا مش عارفها، فلان عارف حاجة انت مش عارفها، فبنجمع معلوماتنا مع بعضينا ونحاول اللي احنا نبسط الموضوع لمعدينا علشان خاطر يعني ربنا يجزيكم خير في الموضوع ده. وانا رجالة يعني العلم على فكره رجاله، يعني انا ربنا كرمني بناس الحمد لله ما مش بتبخل بصراحه عليا على الجروب في المعلومات اللي بحاول ان انا اوصلها ديا، فدي الرساله المفروض ان كل يسعى عليها وتقدم انت الخبرات. معلش احنا النهارده على ظهر الدنيا بكره مش عارفين احنا فين، فالواحد يعني العلم مش في الدين بس على فكره، لا انت ربنا يكرمك، الدكتور دون في رساله علم بيقدمه ربنا يجزيه عنه خير، السباك نفس الكلام، اي حد ربنا كرمه بفكره في دماغه عارفها يوصلها لغيره. انت ممكن تكون وصلت لطريق شغل غيرك شغال بقاله سنين مسحول فيها، فانت لما تديها له يعني ربنا يكرمك وربنا يوسعها عليك، يعني ربنا سبحانه وتعالى ينور لك بصيرتك على فكره، طول ما انت بتدي المعلومه لغيرك ربنا ينور لك بصيرتك ويرزقك باللي يديك معلومه جديده وينور لك بصيرتك، بتعرف بالجديد اكتر. فما تنسوش يا رجاله كل الناس اللي بتجتهد معانا على القناه وتدعو ليكم ولينا ولامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.